بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام الميامين، وارض اللهم عن سادتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا طريقة طلب مجانية جديدة وجميلة، وهي ظاهرة أمامنا هذا التيشيرت أو هذا التريكو باللغة الدارجة أو هذا القميص أو ما شابه ذلك. اليوم نتعرف على طريقة الحصول على هاته المجانية، لكن قبل ذلك للذين يشاهدون قناة المعلومة للجميع أرجو منهم الاشتراك في قناتي والإعجاب بهذا الفيديو وترك لنا تعليق أسفل هذا الفيديو وتفعيل خاصية الجرس ليصلهم كل جديد بإذن الله تعالى. أعينونا أعانكم الله. كما قلت سابقا، اليوم نتعرف كيف نتحصل على هذه المجانية، لكن للأمانة وللصدق والمصداقية أنا لم أتحصل على هذه المجانية لحتى الساعة، أنا فقط طلبتها. كما قلت لكم، أنا لم أتحصل على هذه المجانية، فقط طلبتها وأردت أن أشاركها وأن أشارك طلب هذه المجانية معكم. وللذين يتحصلون عليها عليهم أن يضعوا إثباتاتهم، وإذا تحصلت عليها أنا سوف أضع إثباتا أنني تحصلت عليها، ولطلب هذه المجانية سأضع أسفل هذا الفيديو رابط مباشر لطلب هذه المجانية بكل بساطة ومباشرة، ولا توجد فيها أي تعقيدات بإذن الله تعالى. أولا نذهب، حينما تدخلون سوف تجدون هذا هو الموقع، ربما تجدوه باللغة الأجنبية، نظر هكذا اللغة الأجنبية. كما تعرفنا سابقا وكما تعرفنا في المرات السابقة، الحقول التي فيها نجمة حمراء هي حقول إجبارية، نقوم بالتعريب ليسهل. الحقول المعلمة بعلامة هذه نجمة مطلوبة، يعني أنها إجبارية. أولا نقوم وضع الاسم الأول هنا، والاسم العائلة أو اللقب نضعه هنا في هذا الحقل الثاني، لاحظوا أنهم إجباريين. ثم هنا يكون البريد الإلكتروني لأنك تحتاجه، ويرسلون إليك رسالة تأكيد أو توكيد، ومنها تراسلهم عليها. وهنا الهاتف هو غير إجباري، إن شئت وضعته وإن لم تشأ فلا تضع. وهنا تختار مقياس هذا القميص أو هذا التيشيرت، هنا تختار S, M, L, XL هنا ومقاييس. وهنا في هذا الحقل وهو إجباري تضع عنوان بريدك الإلكتروني، ويجب أن يكون صحيحا لأنه تأتيك فيه رسالة التأكيد. وهنا تضع العنوان ويكون صحيحا ودقيقا على كل حال. هنا تضع المدينة التي تسكن فيها أو تريد أن يأتيك إليها أو فيها هذا القميص. وهنا المنطقة والمقاطعة والولاية، هنا الرمز البريدي للبلدية التي أو للمدينة التي تسكن أنت فيها، تبحث عليها في الإنترنت، تكتب اسم مدينتك وتضع الرمز البريدي المعين، فسوف تعطيك الخيارات وتعطيك الرمز البريدي لبلديتك. هنا تختار دولتك، على كل حال تختار الدولة التي أنت تسكن فيها، كل الدول الموجودة سواء كانت عربية أو أجنبية. هنا وتضغط هنا، سوف أقوم بالترجمة، وتضغط هنا طلب عينة، تضغط هنا على طلب عينة مجانية، سوف يرسلون لك رسالة إلى بريدك الإلكتروني. وبهذه الطريقة
تكون قد طلبت هذه المجانية بإذن الله تعالى، وسوف تتحصل عليها. أنا إن تحصلت عليها بإذن الله سوف أقوم برفع فيديو إثبات التحصل عليها، وإن لم أتحصل عليها فلي أجر الاجتهاد على كل حال، ولكم أجر الاجتهاد. وفي الأخير للذين يشاهدون قناتنا لأول مرة، أرجو منهم الاشتراك في قناتي وترك لنا تعليق أسفل هذا الفيديو وتفعيل خاصية الجرس ليصلهم كل جديد، والإعجاب بهذا الفيديو. أعينونا أعانكم الله، نحن نقدم لكم ما توصلنا إليه أو ما استطعنا التوصل إليه. وفي الأخير مع ساني أقول لكم إلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.